سميرة بحب الأكتينج. أنا ميمي بحب الدانسينج. أنا ميما بحب الغنى والمودلينج. ربنا يستر. بتعمل فازورة الإعلان أول مرة. كنت قاعدة في حالي بمزمز شوية ليمون، وكل شوية يطلعوا لي بحاجة كده في التليفون. واحد عايز يبيعني فيديو والتاني تليفون. كفاية يا جماعة قبل ما ارمي نفسي من الباكون. أيوة وانا نازلة زنقة لابد تشتري منه، قلت له ما فيش جهاز بيطلع بره، قلت له برضو ما اشتريش. حرم عليك سيبني حالي، اللي خاف ما يخدشي. اختار إجابة واحدة للفزورة الأولى. نوع المنتج إيه؟ 1. هل هو إعلان مياه غازية؟ 2. هل هو إعلان تلفزيون؟ 3. هل هو إعلان أساس؟ اختار إجابة واحدة واستنى الفزورة الثانية بعد الفاصل عشان تبقى تحدد. مرور كاملة، تفضل. ميمي بتعمل فزورة الاستعراض تاني مرة. Brasil! Agora sim! O povo está feliz! Olha, veja a flor aí, gente! Beija-nos,
da verdade, cadê a felicidade? Acordei num santuário de ambição e um índio muito forte resistiu à tortura implantada. Eu assisti enquanto o negro cantava saudade da terra mãe de liberdade. E um índio muito forte resistiu à tortura implantada. Eu assisti enquanto o negro cantava saudade da terra mãe de liberdade. Na França, na França. Revoltado com diabo que amassou nosso carro. Grito forte dos palmares no fundo. Era da inconfidência. Ensina a gente nas cativas do Nordeste. Campeão, todos lutaram contra a força da opressão. Grito forte dos palmares no fundo. Era da inconfidência. Ensina a gente nas cativas do Nordeste. Campeão. اختار إجابة واحدة للفزورة الثانية. الرقصة الشعبية منين؟ واحد، هل الرقصة دي سامبا هندي؟ اثنين، هل الرقصة دي سامبا برازيلي؟ ثلاثة، هل الرقصة دي سامبا سوداني؟ اختار إجابة واحدة واستنى الفزورة الثالثة. ميرا الرقصة العادية ثاني مرة. أكشن. أم توفيق، عندك وقت نعمل معاكي حوار؟ هو أنا حلت غيره، بس بقول لك إيه، لو المسلسل التركي ابتدى يبقى الحوار معاك انتهى. قصدك المسلسل التركي الهندي المدبلج ده بيجي الساعة كام؟ الساعة 8:15 تظبط عليه الساعة. ما انا اتفرجت عليه امبارح بكل سعادة، والصبحية بحب اشوف الإعادة. وفي الإعادة إفادة. ممكن بقى نبدأ الأسئلة؟ ودي تيجي، مش لما ضيفك الأول بحاجة تضرب صحن مهلبية ولا تاخد فايش مع كوباية شاي بلبان؟ تعرفه ولا انت من اللي بياكلوا بتيبان وباتون ساليه؟ طبعا انا اصلا متربي على الباتون ساليت. انا حابب بس نبدأ من فضلك الحوار وتقوليلي يومك بيبدأ ازاي. انا بصحى لوحدي اول ما بتاع اللبن يخبط على الباب. هو الاخ ابو فانيلا ده محدش بلغه اننا بنصور عشان يلبس هدومه. وحضر السندوتشات لتوفيق عشان يلحق مدرسته. هو ده لسه بيروح مدرسه؟ 4 سندوتشات بسطرمه و3 بطاطس مهروسه و2 سكالانس. واحلى من السكالانس مفيش. وبعد ما بينزل توفيق ادخل اصحي ابو توفيق علشان يروح شغل. الله، هو ده ابو توفيق؟ يحرسه من كل عين، بيشتغل في مصنع غيارات داخلية. ما هو واضح. اوريك فانيلا يمكن تنفعك. لا 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 شكرا. وعلى كده ابو توفيق بسلامته بيضرب له كام سندوتش في الدقيقه؟ لا، ده ابو توفيق ملوش تقل على السندوتشات. شكله عامل دايت عشان يخش فيه. بعد الشر عليه، ده بيديها فول بالزبدة الفلاحي عشان يرم عظم. عظمه. وبعد ما بينزل اعدي بالريشة على الموبيليا ومر بالزعافة على الحيطة وامسح الأرضية. وبعد ما اشرب استكانة الشاي بتاعتي اضرب المراتب وهون مخدات وافرش الملايات. هي الساعة معاك كام؟ تطلع لها 12:30 GMT. معرفكش يا أستاذ،
جيم اوفر خلاص، الاعلانات خلصت ومزيكه التتر نزلت. بالسلامه، خد الباب في رجلك. الله عليك وعلى حلاوتك يا ميرا. اخص عليك وعلى حلاوتك يا مهند. كات تركيش صفي النور. اختار اجابه واحده للفزوره الثالثه. اسم المهنه ايه؟ 1 هل هي دادا؟ 2 هل هي ربة منزل؟ 3 هل هي خبير التغذيه؟ اختار اجابه واحده وابعت اجابه الثلاث فوازير على الارقام. اني بكره ميرا وميما ومريم هي واحده. على ايه؟ فكر في سؤال ذاتي.